نبقى الآن وبرنامج مرايا الروح مع زينة الدوسكي من راديو الغد. مشوار الألف ميل يبدي بخطوة. بدينا المشوار ومكملين خطوة بخطوة. كل واحد بينا يصير مرايا للثاني. مرايا ما تركز على الشكل ولا على المظهر. مرايا تشوف الداخل وتحكي الحقيقة. مرايا الروح. تسمع ابو محمد ايش قد عصفه صاير حلو بدول قلبه. اي دا اسمع. تذكرين ام محمد من سنه 2008 كان عمره 14 سنه يمكن بهذاك الوقت، كان من يطلع عزف كمان على التلفزيون يبقى صافن ويباوع عليه مركز. انا بهذيك الايام حسيت انه راح يتعلق بهاي الاله وهذا النوع من العزف، ولهذا السبب اشتريت للكمان. اتمنى يكون فد شيء بالمستقبل ان شاء الله. الله يوفقه يا رب ان شاء الله. انا همين دادعي للليل والنهار يكون يكمل دراسته وينجح بمهمته بالعزف. آمين آمين. الله يوفق. أي دعاء هو مستجاب إن شاء الله. ومن هذاك الوقت أنا تعلقت بالعزف، خاصة بعد ما والدي شجعني واشترى لي آلة الكمان، وظليت أعزف وأخذت دروس وحاولت أقوي نفسي وأطور نفسي واشتغل عليها، لحد ما إجى اليوم الأسود وفاتوا بيد دواعش. وبيوم من الأيام كنا جالسين أنا وأصدقائي وكنت دا أعزف، وكانت الجلسة كلش حلوة ومتونسين، لحد ما صار اللي صار. استغفر الله. شنو هذه يا أخي؟ شنو هالمنكر؟ تسوون ما تعرفون هذا الشيء حرام؟ بس يا حجي، ترى احنا دا نعزف بيناتنا، يعني ما مسوي شيء. احنا هذا منكر وحرام، نحن في دولة الخلافة. انت يا اخي تجمع الشيطان بهذا فعلك وهذا عملك اللي تقوم به. انطيني هذا المنكر اللي بيدك، انطيني يا جيبة. لا الله يخليك حجي، لا الله يخليك، ترى هذا هدية مال والدي العزيز علي. هذا منكر، لا تقول هدية. هدية خلي ينطيك مصحف، خلي ينطيك فتشي تحتفظ بيه، بس هذا منكر، هذا عمل شيطاني. ما يخالف احتفظ بيه؟ والله ما اعزف، والله ما اعزف. لا اخي لا لا، ما يصير تحتفظ بيه. لا لا الله يخليك، لا الله يخليك، لا لا يا معود لا. بعد هذه الحادثة الأليمة اللي صارت وياي عن طريق هذولة، ما تراجعت ولا توقفت، وقررت أن أصلح نفس الآلة اللي كسرها هذا الداعشي وأستمر على عنادهم. ولهذا قررت أن أصلح هذه الآلة بكل الطرق الممكنة عندي. ابني انت مكوي عقلك رايح لبغداد، الوضع مو زين بابا، اقعد. بابا والله العظيم دورت وما خليت مكان اريد اخذ غراض للتصليح مال كمان، وما لقيت هنا الا ببغداد، ولازم اروح ولازم اصلح الكمان. بابا اترك الموضوع لحد ما يصير الوضع زين، وانا اشتري لك احسن منه. الوضع مو زين بابا، نخاف عليك. بابا الله يخليك، الله يخليك، ابو سيدك بابا، اذا ما اصلح هذا الكمان راح اموت من القهر ترى اني، ولازم اروح لبغداد وخلاص، توكلت على الله. لا حول ولا قوه الا بالله، روح الله وياك، الله يحرسك، بس دير بالك على نفسك. وبعد ما أخذت موافقة أبويا رحت أحضر غراضي، وبهاي الأثناء صار لازم أودع رغد. هلا محمد، شونك؟ والله أنا الحمد لله. أقول لك رغد، ترى أنا أخذت الموافقة من أبويا ولازم أسافر لبغداد على مود أجيب غراض الكمان وأصلحها. محمد كم مرة قلت لك ماكو داعي أنت تروح لبغداد؟ رغد تعرفين كل زين هذا الكمان جهد عزيز علي، والشغلة اللي سووها خلتني بعد يصير عندي عزم أقوى وأقوى حتى أتعلم هاي الآلة، ولازم أروح أجيب الغراض ولازم أصلحها ولازم أرجع أعزف، وإلا بهاي الآلة نفسها. محمد
شوف دا أقول لك شغلة، أنت تعرف أني شقد شجعتك ومؤمنة بموهبتك هذه اللي أنت خايف عليها ومصر عليها ومصر تمشي بهذا الطريق أنت، بس صدقني أني خايفة عليك من الطريق لأنه الطريق مو أمان، افتهمني الله يخليك. رغد أنت عزيز علي وأهلي عزاز علي وبنفس الوقت الكمان هم عزيز علي، أنا لازم أروح وأتوكل على الله وأجيب الغراض وأصلحها ونلتقي إن شاء الله، بس أنا هسه ما محتاج غير دعواتكم. أوكي محمد، الله وياك والله يوفقك وإن شاء الله توصل بسلامة. ابني الحمد لله على السلامة وليدي. الله يسلمك يا اب. تعرف هاي الجنطة شبيها؟ شبيها؟ بيها المواد اللي راح أصلح بيها الكمان وراح أبدي هسه أصلح بيها. وليدي هسه جاي من السفر، تعال اقعد ارتاح خلي نشوفك احكي لنا. أبد يا اب، إذا ما أصلح الكمان ما راح أرتاح أبد. ابني من اليوم ورايح الله يخليك لا تعزف خارج الغرفة مالتك، لأن تعرف ذول المتخلفين إذا عرفوا هاي المرة مو بس راح يأخذون الكمان راح يأخذوك إلك هم. أبد لا تخاف بابا، راح أشتغل على نفسي وبغرفتي وبين أصدقائي المقربين بس، وما راح أخلي أحد يعرف نهائيا. وبالفترة اللي صلحت بيها الكمان وبديت أشتغل على نفسي بهذا الوقت رغد كانت مختفية، أتصل عليها مرات تجاوبني مرات ما تجاوبني، وإذا جاوبتني كلام ثقيل أو كأنها ما تعرفني، فحاولت أتصل بيها أريد أشوف علاقتنا لوين راح توصل. هلا رغد. هلا محمد، شلونك؟ والله أنا زين الحمد لله، بس أريد أعرف أنت شلونك؟ أنا الحمد لله بخير بهاي الدنيا. رغد أنا اتصلت بيك اليوم لأن حبيت أذكرك بالماضي. رغد تتذكرين أول مرة من شفتك بيها ببيت خالك أبو أنور جيراننا، وبعدها حصلت على رقمك وخابرتك وقلت لك أنا معجب بيك، وأنت هم قلتي لي أنا معجبة بيك. أي محمد أتذكر، بس سؤال، شنو جبالك تتذكر هاي الذكريات؟ لا هيك، بس حبيت أذكرك بهذيك الأيام الحلوة لأنك أنت كل شيء تغيرتي. شوف حمودي، أني كنت وياك لحظة بلحظة وحتى على العزف، تذكر إيش قد شجعتك ووقفت وياك؟ لعد أنت وينك هسه؟ أني موجودة شبيك، موجودة وياك. شنو ويني؟ شنو هالحكي؟ رغد ما يحتاج نضحك على نفسنا، أنت كل شيء تغيرتي خاصة بعد دخول داعش وقمتي تبتعدين عني شوية شوية، شنو السبب؟ محمد لا تقول لي دا تبتعدين ومن دخل داعش وما أعرف شنو. محمد أنا هم ملتهية بالحياة وبأمور الدنيا وشغل وبيت ويا أهلي، ماكو أي تغيير بالموضوع، بس احتمال أنت تتحس إنه أنا متغيرة. أها، هي منش وقت الدنيا تبعدك عني؟ محمد هسا إحنا وين والدنيا وين وأنت وين؟ جاي تدور لي حبيات يا محمد؟ شوف الوضع شلونه، شوف الدنيا شلونها، الخاطر الله. وبعد هذا الاتصال تغيرت هواي هواي أمور، وبعد فترة شوية شوية العلاقة بدت تندثر لحد ما وصلنا لقناعة أنه لازم ننهي الموضوع كله. وبعد ما تحرر الجانب الأيسر وتحررت آني هم، لا مو بس وحدي تحررت كمان هم تحرر، فقررت أنفتح للحياة وقررت أنه لازم أنشر فني للدنيا كلها، ولازم أقوي نفسي ولازم أشتغل عليها وأعبر عن حبي للموصل عن طريق عزفي بالكمان. ومن فرحتي بالتحرير وأنه رجعت أعزف مرة ثانية قررت بعض القرارات وحتى كتبتها على ورقة، ومن ضمن هاي القرارات بأنه أرتبط بأي بنية تكون مناسبة إلي وأفكارها مثل أفكاري وتوقف بظهري بوقت الشدة وما تعوفني. لكن بعد فترة وبعد ما بدأت عمليات الأيمن جاني اتصال من رغد. ألو محمد، شلونك حبيبي؟ مشتاقت لك كلش هواية، أخبارك؟ إن شاء الله تكون بخير يا رب. صراحة أنا كنت متفاجئ بعد ما أنهينا العلاقة. حبيبي؟ الحمد لله على سلامتك رغد، أنا بخير إذا أنت بخير. الله يسلمك محمد، أريد أشوفك. والله يا رغد أنا ما أعرف شو أقول لك. لا تحكي كل شيء، خلي نتشوف وبعدين نتفاهم. أنا باكر رايحة البيت خالي، وإذا هاي على مود هناك نلتقي. إيش قلت؟ أوكي أوكي، أنا أروح، يلا باي، أنتظرك باكر.
وبعد هذا الاتصال اللي جاني من رغد، رغم أنه العلاقة بيناتنا انتهت، صراحة كنت متردد أروح ما أروح، فقلت خلي أروح وأشوف تاليها وياها. مساء الخير رغد. هلا وحمودي، شلونك؟ أخبارك؟ يا الله إيش قد مشتاقت لك، ليش تأخرت؟ بصراحة ما كنت أريد أجي. محمد ليش يجي تحكي؟ مو أني بعدني أحبك وبعدني أريدك وأريد علاقتنا ترجع قوية مثل قبل، تتذكر؟ بعد إيش رغد؟ ليش محمد تقول بعد إيش؟ حيل متأخرة الفكرة مالك هذه. شنو اللي تأخر يا محمد؟ صدقني ما متأخرين ولا شي، نقدر كل شي نرجع مثل أول وأحسن. رغد فكرتك هاي كلش متأخرة، تركتيني بأصعب وقت وكنت محتاجك بحياتي موجودة، لكن تركتيني بدون مبرر وبدون أي سبب، وعرفش كل الزين ترى أنت بعد ما تحبيني. محمد عوفك من الماضي، الماضي راح خلاص، صفحة ونطويها. أني هسه محتاجتك كلش، محتاجة تكون وياي، محتاجة توقف وياي. صراحة بعد ما أقدر أكون وياك يعني صعبة، كلش صعبة. محمد أنت صدق قاعد تحكي؟ رغد من الأخير خلينا نكون أصدقاء أحسن، وإن شاء الله ما قصر وياك بأي شيء، أي شيء تحتاجي أنا أكون موجود وراح أكون سند لظهرك. محمد أنا ما رايدتك صديق، أنا رايدة علاقتنا ترجع مثل قبل، ليش ما تفهمني أنت؟ رغد مشواري طويل والكمان صار كل حياتي وصار حلم لازم أحققه، أنا آسف. يا ما خبيت بعيني دمعي وهمي الساكن فيه، وما خليك تحس علي ولويك وقلبي موجوع، ما خليك تحس علي ولويك وقلبي موجوع. إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني، أنا يا حبيبي جرح الماضي بعده عم يوجعني، أنا يا حبيبي جرح الماضي بعده عم يوجعني. إذا شايفني مش عم ببكي ليش أنت خليت دموع، إذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع، إذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع. وبعدها ظلت تحاول وما زالت تحاول، وأنا صار كل حلمي أن أستمر بالعزف، ولازم أطور نفسي ولازم أثبت للعالم بأنه أنا عازف وتمكن.